يعني في اباء وامهات قتلوا اولادهم ما كانوش قاصدين القتل، كان بيأدبه او بيربيه، مسك خرطوم ولا عصايه ولا وفضل يضربوا سرق بيها غساله، لحد ما الطفل مات. قعد يضربه هو قاصد يربيه او يأدبه، وده ما برضه كان بيرجعنا. في حادثه قريبه يا دكتور، حوالي من شهر ونص او شهرين، الاب اللي قعد يضرب في ابنه لحد ما مات، ابنه كبير لحد صحيح. ما مات، علشان مد ايده واخد من الدولاب 400 جنيه يموت ابنه علشان 400 جنيه. برضه كده ما تحسبيها منطقيا، ايه 400 جنيه اللي الولد يموت علشانهم؟ انما بصي بقى ايه للحدث وما سبقه، والاب كانت حالته ايه وايه الظروف كانت ايه، ومفهوم التربيه، لانه احنا عندنا برضو في مفهوم تربيه خاطئ، ودي رساله عايزين نوصلها برضو للناس دلوقتي. بمعنى ايه يا دكتور؟ معنى ايه؟ التربية. معنى انه عندنا معتقد انه التربيه تتم بالضرب او بالايذاء البدني. في ميزان علم النفس التربيه ليها ثلاث يعني مراحل، القدوه ثم الثواب ثم العقاب، والعقاب في اخره خالص اذا كان حد بيقبل ده. انا شخصيا ما بقبلوش حكايه الضرب دي، بس في ناس يقولوا في اطفال يحبوا ايه ضرب ولو ضرب خفيف كده مثلا ولا حاجه. انما العقاب ده جاي في اخر وسائل التربيه، وفي حاجات كتير، حرمان من فسحة، حرمان من مصروف، حرمان مش عارف من ايه، يعني في حاجات كتير، مش الضرب هو الحاجه الوحيده في العقاب. فالناس بتبدا من الاخر، يعني انت ما تقولي لحد مثلا ابني غلط فقلت له ده انا هربيه، يفهم انك هتربيه يعني هتضربيه، هضربه يعني التربيه عندنا مرادفها الضرب. فلما الناس بتعتقد كده فبيحاولوا يصححوا اخطاء الاولاد او يصححوا سلوكهم بالضرب. عمر ما في سلوك ابدا بيتصحح بالضرب، هو ممكن الضرب ده يوقف سلوك مؤقتا، بس هي 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 هيخليه يرجع تاني واسوأ اعتقد أسوأ من الاول، اسوأ كتير. هو نفسه الشخص اللي اتعرض لاساءات جسديه، صحيح، ده بيطلع يعني يتعامل مع الاخرين بنفس الاسلوب اللي هو اتربى بيه، بينتقم طول عمره، فبيتزرع جواه بذره عنف طول عمره، وكمان بيبقوا اكثر عرضه للاضطرابات النفسيه. يعني معروف يعني بشكل مؤكد ليس في اي مجال للشك انه اي طفل اتعرض لايذاء بدني في الطفوله بيبقى نسبه تعرضه للاضطرابات النفسيه عاليه كتير جدا عن بقية الناس.